مهران ماهر هايج في المنبر، زول سروري وزول مبتدع هايج في المنبر، ويا وزير الصحة وكم ساعة ما بعرف في المستشفى، ووك وأذكرهم بأمرين. أين وزير الصحة من هذا العبث؟ الذين خانوا أمانة الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين، لا دين لمن لا أمانة له. الذي لا أمانة له وإن صام وصلى وحج واعتمر وملأ الدنيا ضجيجا في احتفالاته بالله أكبر، ديل ما عندهم دين. ربنا سبحانه وتعالى ديل ما عندهم دين، لا دين له. في الناس ولا طلعوا برا الدين مرة واحدة والله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا أمانة له دين له، أو لا دين لمن لا أمانة له. قام طوالي جاب شنو؟ مش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، نحن نناقشك بالنص جبته ده بغض النظر عن إنه صحيح ضعيف في البخاري في مسلم في السنن كله خليه. هل النفي في النصوص كل النصوص اللي فيها النفي ده النفي للكلية؟ لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ده معناه إنه كافر لو ما تحققت فيه الشعبة دي؟ قال فالزول قال ما عنده أمانة ده ولو حجة. شوف الكلام ده جابه من رأي منه، ما جابه من الحديث. قال ولو حجة ولو صام ولو ملأ الدنيا ضجيج بكذا وكذا وكذا، لا دين له، ما عندهم دين ذي. قال الله حكم كذا، قال الله حكم كذا. عشان تعرف الناس، ودي قضية مهاجمة الوزراء، مهاجمة الديل. وإنت مشكلتك مستشفى، مستشفيات فاتحة، وين الشرك؟ وين محاربة الشرك؟ وزعلان وهايج ويدوك في المنبر، يدينا عمات يدوك في المنبر وكذا. شفت أين أنا لاحظت لين؟ إنت ما عارفك، أنا لاحظت لين يدوك وزعلان، ده مزعلك. ونفس عمة محمد الأمين ونفس يا ناس كلكم شبكة عطالة، والله الذي لا إله غيره. وين التوحيد؟ وين العقيدة؟ وده الدين؟ تهاجم الوزير في المنبر ده الدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما تقول جامية ولا مداخلة ولا تقول مزملاتية ولا وهابية ولا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم وفي مسند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان. وزير الصحة ده ذو سلطان ولا ما ذو سلطان؟ من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. في المنبر ده علانية ولا ما علانية؟ وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وين أنت من الأحاديث دي؟ ودي قضيتك؟ وين الهيجة في التوحيد والشرك والبدع والخرافات والدفاع عن السنة؟ وين وين ديل بيجنبه؟ مهران ماهر، مدثر أحمد إسماعيل، عبد الحي يوسف، على الدين الزاكي، محمد الأمين إسماعيل، مين مين كلهم بتاع اللخبطة ديل بيجنبه؟ دي قضيتهم، دي من قضاياهم. والآن ومخالفات وناس مبتدعة ما تتورع فيهم، كلمة مبتدعة دي ما تتورع فيها، مبتدعة النازل، مبتدعة. أفهم النقطة دي، مبتدع زول بيعمل البدعة وينشرها ويعرف الحق يوروه الحق وصله، ومواصل في الشر في بدعته، ما مبتدع ده؟ في ناس يحيروك ذاته.